الرجل وتحدث معهم، بس هم حولوه على واحد بلبنان قاعد اساسا. هاي ذول شو لهم علاقه بينا؟ يعني شو لها علاقه ايران وشو لها علاقه اللي قاعد بلبنان؟ جرف الصخر الان معسكر. معسكر منه؟ معسكر لفصائل مسلحه. حاول وزير الداخلية في ذلك الوقت أن يدخل، واعتقل وزير الداخلية محمد الغبان.